الشبك صنع في مصر في 887 هجرية ووضع في 888 شو مكتوب هنا أنشئ في عهد السلطان النصر أشرف قائد باي 888 1483 هجرية. نبي ندخل داخل الحجرة وشوف الواقع من الداخل. خلها تجي هنا يا أبوي، جيبها هنا من الأمام، خلها تجي هنا، جيبها هنا، شوف الحقيقة من داخل. يمكن أول مرة تشوفون الصور هذه داخل الحجرة النبوية من الداخل. بفتح الباب هذا يسمى باب السيدة فاطمة رضي الله عنها. نبي ندخل من الداخل شوف الحقيقة الآن، لأنه كثر الكذب والدجل بالإنترنت والجوالات صور بأنه هذا قبر الرسول عليه الصلاة والسلام، ودجال يطلع يقول لك هو خادم الحجرة. لا يوجد خادم الحجرة إلا الرئاسة، شؤون الحرمين. حنشاهد الآن الوضع من الداخل، شوف الحقيقة الآن. ينفتح الباب، شوف لما فتح الباب شوف الواقع، وصور من الداخل. دخلنا مثلك مثل أي رئيس دولة إذا أراد الدخول من الداخل، وإحنا كموظفين ندخل عملية التنظيف من الداخل. الآن دخلنا، إيش تشاهد أمامك؟ بلاط رخامي قديم من عهد الملك فيصل رحمه الله، محراب يسمى محراب فاطمة رضي الله عنها، خلفه موجود صندوق أو سرير فاطمة رضي الله عنها. حنشاهد وما هو سر هذا السرير. نبي ندخل من هنا، نبي ندخل من هنا، حنتجه نشوف المواجهة الشريفة، الروضة خلف الشبكة هذا. إحنا متجهين من هنا ثم ندخل مع الباب ثم نيجي للمواجهة. شوفوا الآن ها فتح الباب، شايفين؟ اللي بيصور يصور يا إخوان، هذه أشياء يمكن أول مرة تشوف، واللي بيصور يصور. شوف دخلنا من هنا، وضحت؟ لاحظ ايش تشوف قدامك؟ ستارة خضراء صح ولا لا؟ مغطاة بالجدار هذا، الجدار هذا اللي هو هذا شايفينه؟ هذا جدار بناه عمر بن عبد العزيز رحمه الله، مغلق مصمت ليس له باب، ارتفاعه 6.5 أمتار من حجارة الحرة السوداء مربعة الشكل، مشابه لحجارة الكعبة المشرفة. وضحت؟ لاحظ موجود هنا صندوق، هذا يسمى صندوق الصندل. هذا احنا وقت التنظيف من الداخل نحرك يمين ويسار، لكن داخلينه وغطينه بالستاره. هذا كان يطيب فيه من طيب الصندل من الداخل. حنتجه للمواجهه الشريفه، شوف الحقيقه. شوف الان، شوف الان، الستاره جددها الملك فهد عام 1406 هجريه الى وقتنا الحاضر. القديمه كانت من عهد الملك عبد العزيز 1370. شوف هذه المواجهه الشريفه، انت تسلم من الخارج وهم يسلمون من الداخل. وضحت؟ ايش تشوف قدامك؟ صح، شوف ستاره هنا، الدائره الاولى، الدائره الثانيه، الدائره الثالثه، صح. اللي يجي بالمواجهه ويناظر من الداخل يجد الدوائر ظنا منه انه هذا قبر الرسول عليه الصلاه والسلام، وهذا ابو بكر، هذا عمر، هذا يقول لك انا شفت قبر الرسول. يا اخي العزيز، هذه الدائره محاذاه للوجه النبوي الشريف هنا، والثاني محاذاه لابو بكر رضي الله عنه، والثالث محاذاه لوجه عمر بن الخطاب رضي الله عنه. حنشاهد الان سرير فاطمه وشوف ما هو سر هذا السرير او الصندوق. شوف الواقع، وهذه الحقيقه من الداخل. يعني انت ما تشوف شيء، انت تسلم من الخارج وهم يسلمون من الداخل، مثل المدرسه. هل معناه اذا دخلت حوش المدرسه اني دخلت فصول الاداره؟ هذه نفس الطريقه. هذا شوف، هذا سرير فاطمه رضي الله عنه، وهذا كانت توضع فيه المجوهرات والهدايا التي تأتي من بعض السلاطين والحكام العثمانيين. مع آخر حكام العثمانيين عمر فخري باشا أخذت جميع المحتويات بالقطار إلى تركيا وتعرض بالمتحف في تركيا. هذا خلف المحراب اللي شاهدناه، حنعيد الآن من جديد، نعيد من جديد، اللي ما شاف يشوف. إلى الوقت الحالي موجود، موجود. ها.